نتعكى على روحي زعمة زعمة. تحيش بركة. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام، مرحبا بكم، فيديو جديد، فيديو آخر إن شاء الله يا رب يكون أحسن من اللي سبقه. فيديو وأنا في نيس حبيت نصور لكم. اليوم باش نقعدوا قاعدة على البحر، العشية باش نهزوا تاي معنا واللي كسان سيب الكتاب حسيله، وباش نعديوا عشوية مع بعضنا بيه إن شاء الله يعجبكم الجو هنا. عصير هنا باش نقاري والكرعبة كيما يقولوا ولاد أختي. شتي تسمى من طيب حتى باش نقول اسمي ما نعرفش. سالون دوفار. ماشيين البحر. سالون دوفار. دوفار. سالورون. دوفار. دوفار. اوكي. بالفرنسية. باهي. ان شاء الله نقوى ماشي المنظر حلو برشا تو، ان شاء الله نصور لكم وان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم زيدا ويكون طويله شويه اليوم، خاطر كل مره نهبطه لكم ما يعديش 15 دقيقه. وقلت لكم كنت واضحه من المره الاولى، قلت لكم راني في فرنسا ما نعرفش كيفاش نصور، اذا نجمت انا نصور يعني نصور على راحتي هكا. وي كي نجم نصور صور لكم، ما نجمش راني ما نصورش. والله يبغى يعوموا كلهم. هاي يعوموا بالبدا وخارجين مبلولين الناس. هاي اوه روعه روعه. جاو ديجا. هاي أكيد راهم قاعدين على الكراسي. آه. لا 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 ها مع نو. شفت المطار هذا؟ وينو مطار؟ هذاك نتاع الب. هكا. أيوا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. هاو قدامنا قدامنا هو خرج قدام يا جهين، هو هبط الواحد شو الحمامة. هي عالسلامة يا حميمة، عالسلامة يا حميمة. عندي برشا ما ربجتش لا على قطوس ولا على كلب ولا، خل نربج على حميمة على الأقل. فما جيت لهنا وحدي، بعدت على الجماعة وربي يستر هذا حجر برشا، سقيت لها شوية كلي حسيت روحي تعبت برشا. هاي خلنا نمشي هنا شوية هاكا فما سطحة ندخل فيها. جماعة بعاد آخر الدنيا. موسيقى زادا حبيت نقرب من البناية، فما موسيقى كبيرة.
بالنسبه للناس تعوم تعبت هاك درجه تما مسخ بصراحه المي ياسر مسخ لهنا شفت ماهوش نظيف باش نتعدى من بعد غادي نشوف نتعدى ونشوف حصيله اوه روعه روعه المنظر ياسر روعه من هنا والاروع منه اللي زادها روعه فما الطيارات من غاديكا هذاك جزء من المطار طيار فرنسا كبير طيار نيس مطار نيس كبير برشا ما ظنيتوش يوصل لهنا ما احنا طيارة تجري من غاديك خاطر ما انتبهتش وانا فيها حسيله نمشي غادي خلينا نمشيو مع بعضنا ونشوفو نصورو هاي اللي مش باهي في المشي هذية برغم اني لابسه سبيدري هو لكن المشكلة الحجر يوجع برشا وساقط تلوي باهية وصلت لك البارتي اللي وريتهاكم من بعيد لما حالا ما صورتكمش كلها حبيت نقرب شوية ساعة ومن بعدك نصور شفتوا ياسر حلوة شو ما شاء الله كبير الهوتيل من هكا لهكا هذا كله في قهاوي وفي ريستوران بطبيعة الحال والبحر بطبيعة الحال والناس قاعدة حتى اللي نوصل لل هاكا هذه الغروب الشمس وكيفاش ساطعة فيها في البحر طيارة ما شاء الله مش طيارة ما شاء الله تبارك الرحمن على هالمنظر من نيس أو كان مش في تونس لكن في كل شيء نصليه عن النبي خطر ونقوله ما شاء الله تبارك الرحمن خطر خلق رب العالمين إبداع ربي سبحانه وتعالى أبدع ربي سبحانه وتعالى يورينا قوة ربي وإبداع ربي وجمال الله سبحان الله ربي جميل يحب الجمال ديما نجي نوريكم طيارة هاي جي الطيارة خلينا نزيد نصور هاي لكم نقربوها شوية كاين تقوش عليها باش تهبط في الماء وهي اللي باش تهبط على المطار في المطار على الأرض إن شاء الله تسمعوني خاطر الحس ياسر تاع الريح يأثر يسع الصوت هكا هبطت بسم الله ما شاء الله روعة 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 يلا الحمد لله يا ربي على هالنعمة الحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى أعطانا فرصة أن باش نجيو إلى نيس وناخذوا طيار لأي أي مكان كندا ولا أي مكان هذه وحدها نعمة من عند رب العالمين أعطاها لي وأعطاها لبرشا ناس باش يستمتعوا بها إن شاء الله يا ربي كما احنا رزقنا ربي رزق واسع وأعطانا باش ننجموا نشريوا تذاكر ونسافروا من طيارة طيارة ونركبوا ونمشي لوتيلات أو خواتنا أو عائلاتنا إن شاء الله يا ربي يعطي لكل حد يا ربي تستمتعوا بهالمناظر الجميلة انا ما نشبعش من البحر رغم اني ما نخاف من الماء رغم اني خوافه على الاخر على الاخر وما نعومش وبحذاي سليمي والبحر ولكني انا مانيش عوامه نخاف نحب نبلبز الماء هكا على الحاشيه معايا خواتي معايا نساء خواتي صحابي اما باش ندخل وحدي نو ما انا خاطرش بها ندخل وحدي او حتى مع عمك نور الدين هو يعوم فهمت هو يعوم لكن ما نعرفش انا ديما ما نحس بالامان
ما هوش اللي مثلا نقولوا احنا صباحة 100% باش ندخل معاه للغريق، وهو يحب هكا، وهو يحب الحقيقة يحب يعلمني في العمر هذايا، ويحب يدخلني هو وحده للبحر، وانا ما نحبش خاطر اصلا ما نحس بالأمانة هذيك ما ندخلش. بالرغم انه البحر هو بالنسبة لي انا حتى الطبيبة متاعي قال لي باش تشرب باش تعوم صباح في القبل، يا اما الفجر يا معناها في الصباح يقصد قبل ما تطلع الشمس او في غروب الشمس، قال لي برود العشية على الاخر تعوم فيه تبلبز، ما يهمتوش نعوم، هو قال لي تبلبز تحرك ساقيك ايديك حسب ما تعرف. فهمت؟ على كل حال مازال الصيف تو روح اليوم، والله رغم التبلبيز العباد رغم انه فما ريح العباد قاعده تعوم. قال نصور روحي، ما فماش شكون يصورني، نصور روحي في الشمس وانتم تشوفوا الفيو بالليل، انا ندور وانتم تشوفوا الفيو رايا وبجنبي كل مكان. شنو وراي حاجه ما كانتش في البال. فترات ما يستحقش باش نعلق، يعني السكوت وحده، الموجة من غير ما نتكلم، أنا الموجة وحدها تتكلم على روحها، والضوء وغروب الشمس وصوت الطيارة وصوت الهواء بطبيعة الحال في التليفون، ما يستحقش أني نعلق لكم. كله نقول خليني نروح يزي إلا ونزيد نحب نصور، خليتو نصوركم في الاخر. بكل وقت تظلام الدنيا يبدأ ضوء قوي هنا على البحر، تشوف المنظر الجميل بإذن الله. الشمس من عملتها امسك عباد، شو 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 هذا ما يصلح لحاجة التيمم، لكن شوفي كي كعبة العظم مزيانة وشبابة ما شاء الله في خلقه سبحانه، في خلقه حتى الـ الأحجار كيفاش مليانة الدنيا. شوف شوف القلب، شوف ايوا قلب سبحانه. يا رب تاع تيمم محليهم. روعة روعة. ها قلت لكم نرجع لكم
هاي لقيت شكون باش يصورني. نتعدى على روحي زعمة تحيش بركة. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنتي. أنا خايفة سبترية تبلش. هاي شفتي لا يا بنتي يا بنتي يا بنتي باكي ردي باكي ما عملا عنا هادي واحدة مش زوز. ربي يفضلكم لي وخياتي. ربي يفضل لي وخياتي واخواتي وولاد اخويا بنت اختي والله وليوليدة هكا مدلالين كل يوم في بلاصه وكل يوم عزومه يا في الديار يا برا وما نجمش نصور في كل ما نمشي. انا اللي نجم صورته ان شاء الله بتجيني فرصه اني نمشي للاسواق هنا في ليس زاد ما تخلش حتى سوق تو نعوضها ان شاء الله تو نصوركم الروب والحاجات اللي موجودين مزيانين وكان جينا نصور فيه زاد كيف كيف تو نشوف الشو اللي تم غاديكا عندنا برنامج ان شاء الله انا وخايف ان شاء الله نصور. شوفي الطياره هذه بتاعك تريتي واحده جايه من غادي والاخرى وراها شو المطار شعلنا. اي محليل ضوي وهكا وكل شيء حاسينوا ان شاء الله ما قلقتكمش وما طولتش عليكم اليوم. وانا انا عجبني الفيديو انا مادام انا عجبتني البلاصه صورت هيكم خاطر نعرف قداش تعجبكم ونعرف شنو ذوق الناس اللي يتبع فيا. فهمتوا حسيرو شد الدايرة وراك شفتي شدها الفيديو شدها سيم ما تعرفيش تشدي يا بنتي وانا عشرت شرا هربت الله غلا دماش يلا هدو داني يا سيدي نقول لكم بسلامة وانتظروني فيديوهات جديدة لايكات ما تنسونيش ونحبكم برشا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.